معكم نوري ايمن مترشح بكالوريا 2023. كما يقولوا المواضيع كانت في زعما في المتناول، كما في العربيه كما يقولوا خدمنا شويه، مي الماط والو يعني زيرو. الماط ما ساعدتنيش انا بالك، الشغل راجعت ونسيت. الفلسفه لا باس، جابونا انظمه اقتصاديه كانت مرشحه الحمد لله، ما زالت غدد وان شاء الله اجتماعيات ان شاء الله نزيدوا نلقطوا فيها وننجحوا ان شاء الله كامل. دورة 2023 شعبة ادب وفلسفة كانت في المواد العلمية صعبة نوعا ما، ذلك يندرج الى اننا ليست من الشعب العلمية، وايضا انها صعبة بعد الشيء طويلة. واما المواد الاساسية المختصة لشعبتنا ادب وفلسفة كانت متوسطة، يقدر يخدم فيها للمتوسط واللي متفوق. اليوم خدمنا فلسفة من شعبة لغات أجنبية. بون صافا، السوجي كان مليح، زعما الشيء اللي راجعناه جا زعما هو مقارنة بالأعوام الفائتة صافا الحمد لله. جا في النص العولمة وجات اللغة، اسكو اللغة فيها وظائف اخرى ولا تنحصر غير للتواصل فقط. انا خيرت الموضوع الاول. عطاونا اليوم السوجي ديال الفلسفه، جا صعيب شويه مي بربي ان شاء الله العام هذا نجحوا. جابوا لنا على النسيان بالجدل وتحليل النص، داروه لنا الحقيقه والحقوق. الامطار تاع البارح ما اثرت شي ناس، كنا الحمد لله وبربي ان شاء الله نجحوا العام هذا. السلام عليكم. شعبة أدب وفلسفة، السوجيات جاو صافا الحمد لله، جاو ألاف وبدلونا غير علوم شرعية، حنا سما قدام في الباك 2018-2019، العام هذا سما بدلوها، تبدل شوية السوجي ديالها، ولو كان قارنوا سما هذه بالأعوام اللي فاتوا بيا الحمد لله، سوجيات ملاح، نتمناو النجاح لجميع الطلبة. والتوفيق ان شاء الله. موضوع الفلسفه كان صعب نوعا ما، عازمين حفظناهم جدليه، ما وكي حولناهم الاستقصاء جانا صعب، ما صعب التحويل الجدليه الى الاستقصاء. لكن المواد الادبيه مثل العربيه في متناول الجميع، والمواد الثانويه مثل الرياضيات وكيسمو في متناول الجميع، يعني ضعيف ويخدم في الرياضيات وكيسمو.